الباب الثالث عشر ومئة. باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء. فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.